السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف للياء. قبل ما نتكلم عن موضوع حلقتنا النهاردة، أحب أأكد أي حد عنده أي سؤال يدخل على القناة ويشوف آخر فيديو إجابة متاح تحت التعليقات، ويكتب سؤاله في تعليق أسفل الفيديو ويتم الرد عليه إن شاء الله في فيديو الإجابة القادم اللي بعديه، يعني خلال يوم أو يومين إن شاء الله بالكثير. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع الحلقة النهاردة يعني سبب سقوط الشعر أو الصوف في الماعز والأغنام. طبعا بنستثني منهم، موضوع حلقتنا النهاردة بنستثني منهم الجوب والجرب، ممكن نعملهم فيديو لوحده. الجوب والجرب يعني كلام سريع كده، الجوب والجرب أمراض جلدية بتصيب الجلد بتسبب سقوط الشعر. بس الاختلاف عن موضوع حلقتنا النهاردة ان هو بيسبب سقوط الشعر في المكان الإصابة فقط، مع ثبات الشعر في باقي الجسم، يعني الشعر او الصوف في الجسم بالكامل ثابت، ما بيطلعش في ايدك، مكان الاصابه بس هو اللي بيقع. فدول مش موضوع حلقتنا النهارده. موضوع حلقتنا النهارده عن اسباب سقوط الشعر او الصوف في الجسم بالكامل، يعني تلاقي جزء في الظهر في الفخده ساقط الشعر او الصوف واقع منه، وتشد الشعر او الصوف من الجسم بالكامل تلاقيه بيطلع في ايدك. الشعر مش ثابت في الجسم، بيطلع في ايدك. هو ده موضوع حلقتنا النهارده. طبعا الأسباب سقوط الشعر أو الصوف في المعز والأغنام يعتبر نقسمها لسببين رئيسيين. رقم واحد، ديدان كبدية. رقم اثنين، نقص شديد في الفيتامينات والأملاح. نقص شديد في الفيتامينات والأملاح في الجسم. رقم اثنين، ديدان كبدية. إزاي نميز ما بينهم وإزاي طريقة العلاج؟ رقم واحد، الديدان الكبدية. ديدان كبدية، ازاي نعرف ان الحاجة عندها ديدان كبدية؟ في السوق عند العرب تلاقيه هو بيشتري الحاجة لما تكون ضعيفة باين عليها الضعف، بتلاقيه بيشد في الصوف، بيشوف الصوف ثابت ولا لا، بيشوف الصوف بيطلع في ايده ولا لا. دي لو طلع في ايده بيقولوا عليها العرب غشة، بيقول لك الغنمة دي غشة، سواء نعجة خروف معزة غشة. غشة يعني ايه؟ يعني عندها ديدان كبدية. طيب هل شدة الصوف كده كفاية نعرف منها؟ لا طبعا مش كفاية، لازم ترفع جفن العين، تفتح جفن العين. لو الشرايين لونها ازرق، لونها غامق يميل للزرقان شرايين العين، يبقى كده دي عندها ديدان كبدية. معنى كده ان الكبد اتدمر، في جزء متدمر من الكبد ما بيقومش بوظائفه، او الكبد متدمر ما بيقومش بالوظائف بتاعته، فبالتالي ما بيصفيش الدم من السموم. يبقى الحالة دي هتلاقي الشعر بيطلع في ايدك، تشد في اي مكان في الجسم تلاقيه بيطلع في ايدك، ومرافق لديدان الكبدية طلعت الصوف في ايدك، ومرافق ليها طبعا الهزال. طبعا اكيد بتكون الغنمة هزيلة وضعيفة، الغنمة هزيلة وضعيفة. العلاج بيكون بتحقن ابرة مخصوص للديدان الكبدية. في مصر هنا في حاجة اسمها فاشوليت، فاشولار، دوفينكس، كل دي للديدان الكبدية. دي مسميات تجارية كتير يعني. طبعا الايفرماكتين السوبر، الايفرماكتين السوبر بيقضي على ديدان الكبدية والمعوية والرئوية، ولكن انا بفضل لما تعرف نوع الديدان الموجودة او دودة مخصوص معينة موجودة في الجسم عاوز تتخلص منها، يفضل انك تستخدم لها الدواء المخصوص ليها. مفعولها هيكون اكيد، مفعول الابرة المخصوص هيكون اكيد اكتر من مفعول الابرة العامة اللي هي بتقضي على الكل. يعني لو تأكدت الغنم عندها ديدان رئوية يفضل انك تستخدم الابرة مخصوص للديدان الرئوية. عندها ديدان كبدية يبقى تستخدم ابرة مخصوص للديدان الكبدية. بتدي عام للتسميل وقاية عشان لو في اي حاجة هي مش ظاهرة، بس لو في اي حاجة في بدايتها ومش ظاهرة عليها اعراض بحيث تقضي عليها، بتدي الايفرماكتين السوبر، الايفوماك السوبر كده. يبقى انت بعد، طبعا بعد ما تدي الابرة الديدان الكبدية خلال اسبوعين ثلاثة بترفع الجفن، المفروض في خلال اسبوع 10 ايام بالكثير ترفع الجفن تلاقي الشرايين رجع لونها الطبيعي، لو الاصابه كانت في بدايتها يعني لحقتها. اما لو الاصابه اتقدمت والكبد اتدمر خالص بيبقى نسبه النجاه منها صعبه، ممكن ما بيطلعش منها. لو لحقتها في البدايه بتطلع ان شاء الله منها وبتموت الديدان وبيرجع الكبد للوظائف الحيويه الطبيعيه السليمه، مفيش اي مشكله. خلال اسبوعين ثلاثه بتبقى الشرايين لونها تمام، مش الغنم هتبقى تمام، الشرايين هتلاقي لونها رجع احمر، اللون الطبيعي لونها احمر غامق احمر داكن.
رجعت لونها الطبيعي خلاص كده الغنم خفت ان شاء الله. اهتم بالتغذيه، ممكن تحقنها مالتي فيتامين وكالسيوم وفوسفور زياده تقويه عشان سرعه العلاج، بحيث انها تسرع في الشفاء يعني، وتهتم بالتغذيه بتاعتها كويس. طيب دي كده عرفنا الديدان الكبديه ازاي نعرفها وازاي نعالجها. النوع الثاني قلنا نقص جديد في الفيتامينات والاملاح. نقص جديد في الفيتامينات والاملاح ممكن يكون يعني ممكن نقسمه لسببين او ثلاثه. ورقم واحد اسهال شديد، يعني ممكن تكون الغنمه سمينه مش هزيله مش ضعيفه، ما فيش وزال ما فيش ضعف، بالعكس غنمه سمينه تندبح، ولكن اصيبت بميكروب معوي، اصيبت باي مشكله معويه سببت لها اسهال شديد. اسهال شديد، الاسهال الشديد ده قعد معاها مثلا يومين ثلاثه اربعه هي عماله تسهل اسهال شديد. رقم واحد بيجي لها جفاف، رقم اتنين طبعا بسبب نقص الفيتامينات والاملاح بتلاقي الشعر بيطلع في ايدك، وده بتلاحظه اكتر ما يكون في المواليد الصغيرة، اكتر ما يكون في المواليد الصغيرة، بمجرد ما يصاب باسهال شديد يقعد يومين يسهل اسهال شديد وانت ما عالجتوش، يومين ورا بعض يسهل اسهال شديد اسهال مائي تلاقي الشعر بيطلع في ايدك مباشرة، بتظهر في المواليد الصغيرة. ده نقص شديد حصل له في الفيتامينات والاملاح، ضروري 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 مع اي اسهال محلول الجفاف، محلول جفاف بتاع الاطفال من اي صيدليه بشري لابد من محلول الجفاف طالما في اي اسهال للكبير والصغير. في اسهال لازم تاخد محلول جفاف عشان ما يجيلهاش جفاف، وفي نفس الوقت تحافظ على ثبات الشعر او الصوف في الجسم، ما توصلش للمرحله دي. ممكن تقعد فتره طويله من غير تغذيه يحصلها هزال وضعف، ولكن تشد الشعر تلاقي الشعر ثابت. في ياما غنم كتيره في السوق ضعيفه وهزيله بس شعرها تشده تعلقها من الشعر كده ما بيطلعش في ايدك، الشعر ثابت. واخده حقها من الفيتامينات والاملاح، ولكن التغذيه البروتين والنشويات عندها ضعيف، فبالتالي حصل عندها هزال. تقدر تستحمل فتره طويله بدون تغذيه، ولكن ما تستحملش فتره طويله بدون فيتامينات واملاح، هي الاساس الحفاظ على النشاط والحيويه وجميع العمليات الحيويه في الجسم الفيتامينات والاملاح. يبقى كده قلنا ممكن يكون بسبب اسهال شديد. العلاج طبعا تعالج الاسهال لغايه ما يقف الاسهال، وزائد انك متواضب على محلول الجفاف طول ما في اسهال، تواضب على محلول الجفاف وتواضب على حتى حقن الفيتامينات والاملاح، ممكن تحقن مالتي فيتامين، ممكن تحقن كالسيوم وفوسفور. كالسيوم وفوسفور حق بيساعد في الحفاظ على النقص اللي بيحصل بسبب الاسهال. طيب ممكن النقص يحصل بسبب تاني، ممكن النقص يحصل بسبب سوء تغذية، يعني سوء تغذية عامة انت بتستخدم مراعي فقط لا غير، والمراعي جافة فقيرة ضعيفة ما فيش فيها اي خير، ما فيش فيها اي مغذيات، بترعى بتروح وتيجي وخلاص، بترعى في صحراء ما فيش فيها اي مغذيات، الغنم هزلت وضعفت مش محصلة حتى الفيتامينات والاملاح من الاساسية في جسمها، فبالتالي بيحصل لها هزال وضعف وبيحصل سقوط للشعر والصوف. العلاج اهتمام بالتغذية والفيتامينات والاملاح على الاعلاف، وزي ما قلنا ممكن تكون بتغذي كويس ولكن الغذاء بتاعك فقير في الاضافات، بمعنى ممكن يكون بتعلف بس عندك نقص حاد في الفيتامينات والاملاح، وإن كانت الحالة دي نادرة شوية ولكن بتحصل، ومش نادرة بتحصل كتير في حالة الكالسيوم، ولكن في حالة شد الشعر وانت بتعلف حتى وإن كانت الإضافات ضعيفة شوية بتبقى قدر المستطاع الصوفة ماسكة حلو، ولكن بيحصل اللي ممكن يحصل، يعني أنا بوريك يعني بشبه لك إن ده بيحصل كتير، ناس بتعلف وبتعلف علف مظبوط بس في نقص في الكالسيوم في العلف، بيحصل كساح للأغنام، ده الغنم تقيلة وسمينة ما شاء الله عليها بس مش قادر يقف على رجليه بسبب نقص الكالسيوم، بيعمل له ألم في العظام، ألم في المفاصل، ما بيقدرش يقف على رجليه ويحصل له زواف، يحصل له تقوص في رجليه، العظام بتاعته تبقى لينة طرية بسبب نقص الكالسيوم، رغم أنه بيعلف بس حصل نقص في عنصر من الإضافات، بروتين تمام ونشويات تمام ولكن عنده نقص في الكالسيوم حصل كساح. كذلك أنت ممكن تكون بتعلف في نشويات في بروتين تمام في تحويل تمام، ولكن يحصل عندك نقص في عناصر معينه تسبب لك سقوط الشعر.
فاحنا لتفادي ده كله علفه موزونه، علفه مظبوطه، الاضافات بتاعتها مظبوطه، البريميكس اساس تحطه على العلف، كيس 3 كيلو على الطن، ان شاء الله مش هيحصل عندك اي سقوط للشعر او للصوف، زائد الاهتمام بابره الايفرماكتين السوبر دوري، يعني بتتاح المره اول ما تدخل الغنم وتعيدها بعد 20 يوم او 15 يوم، بعد كده لو الغنم قاعد عندك باستمرار كل 5 شهور 6 شهور او كل بعد ولاده باسبوعين او 3 تدي الابره تحسبا، لان ما يجيلهاش اي ديدان. وفنيه طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.